بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر، كل عام وأنتم جميعا بكل خير. إن شاء الله النهاردة هنستكمل آخر جزئية في منهجنا لهذا العام، وهو الجزء المتبقي من الطاقة المتجددة والوقود الهيدروجيني. يليه نبذة عن محطات الفحم الحجري وأهم مميزات وعيوب كل من الطاقة المتجددة وغير المتجددة. مرة ثانية، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، أتمنى من الله العزيز القدير أن يعيد عليكم هذه الأيام وأنتم في أفضل حال إن شاء الله. نتناول هنا هذه المجموعة من الموضوعات، وهي الوقود الهيدروجيني زي ما اتفقنا، ومحطات الفحم الحجري، وفوائد الطاقة المتجددة وكذلك غير المتجددة. أولا ندرس الجزء الخاص بالطاقات المتجددة، وهو الوقود الهيدروجيني. يعتبر الوقود الهيدروجيني أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، ومصدرا مثاليا للطاقة، لأنه لا ينتج أو لا ينتج عن استخدامه أي ضرر أو نواتج احتراق ذات تأثير سلبي على البيئة. يتم الحصول على غاز الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للماء كما يظهر بالشكل التوضيحي. ملاحظين جزيئات الهيدروجين H2 وأيضا أيونات الهيدروجين الموجبة في المنتصف، وكذلك جزيئات الأكسجين من الجهة الأخرى O2، والذي حدث من تحلل أو الذي نتج من تحلل الماء H2O. تاني حاجة، ناتج ثانوي لبعض الصناعات الكيميائية، رقم ج من تحويل الوقود الأحفوري إلى غاز الهيدروجين. يحترق الهيدروجين في الهواء بنسب كبيرة، وينتج عن ذلك بخار الماء وطاقة وهواء كما في المعادلة التالية: هيدروجين زائد هواء بيعطي بخار الماء زائد هواء زائد طاقة. تقل نسبة الأكسجين في الهواء بعد التفاعل، لأن جزيء أو جزء منه يستخدم في الاحتراق ويتحول إلى بخار الماء. استخدام الأكسجين النقي في عملية الاحتراق مكلف ماديا، ويستخدم الهيدروجين في خلايا الوقود التي تستعمل في مركبات الفضاء، ويستخدم هذه الخلايا الأكسجين والهيدروجين لإنتاج الماء وطاقة كما في المعادلة التالية: لو قلنا جزيء أكسجين O2 جاز زائد جزيء هيدروجين H2 جاز بيعطيني 2 جزيء ماء سائل. تعمل خلايا الوقود الهيدروجينية كبطارية قابلة لإعادة الشحن، بحيث تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية كما بالبطاريات المعروفة لدينا، من خلال تفاعلات الأكسدة والاختزال التي تحدث في محلول الخلية من محلول مركز من هيدروكسيد البوتاسيوم. كل خلية تنتج جهدا مقداره 1.5 فولت. لتلبية حاجة المنزل من الكهرباء، نحتاج فقط لاسطوانة من غاز الهيدروجين موصلة بعدد من الخلايا الهيدروجينية لتوليد الكهرباء. أهم مميزات الوقود الهيدروجيني: ألف هو مصدر من مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة طبعا. باء يمكن استخدامها في معظم الأجهزة المنزلية وكذلك في المركبات. جيم كفاءتها عالية جدا تصل إلى 70%. طيب، السلبيات والصعوبات التي تحد من استخدام الوقود الهيدروجيني: طبعا التكلفة المادية العالية. ب مشاكل تخزين الهيدروجين وتوزيعه، يحتاج أن يحفظ تحت درجة حرارة تساوي سالب 253 درجة سيليزية لكي يكون في الحالة السائلة. رقم ج تحويل الوقود الأحفوري إلى هيدروجين يؤدي إلى انبعاث غازات مسببة للاحتباس الحراري، وهذا مما يضر بالبيئة. نتحدث الآن عن محور جديد، وهو محطات الفحم التقليدية. يتكون الوقود الأحفوري كما تعلمنا من المراحل السابقة من النفط والفحم الحجري والغاز الطبيعي.
الوقود الأحفوري عبارة عن تكونات من بقايا النباتات والحيوانات التي عاشت منذ ملايين السنوات أو من ملايين السنين. طب إحنا لما عرفنا الفحم التقليدي، هل نستطيع أن نعتبره من الطاقات المتجددة أو أنه يعتبر مصدر آخر للطاقة وهو طاقة غير متجددة؟ أنتظر إجابتكم. عند احتراق الوقود الأحفوري اللي هو الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي، تنبعث غازات تسبب أمراضا خطيرة كالسرطان. بعض الغازات المنبعثة نتيجة الاحتراق قد تؤثر على الجهاز العصبي وجهاز المناعة في جسم الإنسان. قد يسبب مشاكل بيئية نتيجة زيادة نسبة تركيز غاز ثاني أكسيد. يعتبر الفحم من مصادر الطاقة الرئيسية في العالم، ويعتبر الفحم هو المصدر الأكثر أهمية لتوليد 40% من كهرباء العالم. يتوفر الفحم بكميات كبيرة على مستوى العالم بعكس المخزون النفطي الذي بات في طريقه للندوب. تتكون محطة الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية من 3 مكونات أساسية، وهي فرن، مولد كهربائي، محرك يدار بقوة بخار الماء. طريقة عمل محطة الفحم لتوليد الكهرباء: يتم طحن الفحم إلى جزيئات صغيرة ثم توجيهها إلى الفرن، لأن الجزيئات الصغيرة تحترق بصورة أسرع عن الجزيئات الكبيرة. الحرارة الناتجة من عملية احتراق الفحم المطحون تعمل على تحويل الماء إلى بخار الماء. جيم: بخار الماء يعمل على تدوير المحرك المتصل بالمولد الكهربائي الذي ينتج الطاقة الكهربائية. يتم تبريد البخار عن طريق مياه البحر أو النهر. هاء، والنقطة دي مهمة جدا، يمر هذا الماء الساخن في أنابيب ليصل إلى أبراج التبريد، ثم يتم إعادته إلى البحر أو النهر مرة أخرى. لماذا نقوم بالخطوة هاء؟ كما سبق وقلت إن هي خطوة هامة جدا. السبب في ذلك لأن الماء الساخن سيؤثر على حياة الكائنات الحية في البحر أو في النهر، لذلك يتم تبريد هذا الماء الساخن في أبراج التبريد ثم يتم إعادته للبحر أو للنهر. أسباب التقليل من استخدام الوقود الأحفوري هي انبعاث الغازات الناتجة من عملية احتراق وأثرها على البيئة، وزي ما أكدنا أكتر من مرة أن هذه الغازات تسبب عملية أو ظاهرة الاحتباس الحراري. المحور الثاني وهو الطاقة الشمسية، وطبعا احنا كلنا عارفين ان دي طاقة متجددة. يبقى احنا اتكلمنا عن الوقود الأحفوري كنوع من انواع الطاقات او كأهم انواع الطاقات الغير متجددة، والمحور الآخر هو الطاقة الشمسية، وطبعا هي أهم محاور الطاقة المتجددة. فوائد استخدام الطاقة الشمسية: هي طاقة نظيفة ومستمرة، سهلة الاستخدام. طيب ايه هي الصعوبات التي تقلل من استخدام الطاقة الشمسية؟ يجب توفير أول حاجة الخلايا الشمسية التي تخزن الطاقة الشمسية، وخصوصا في الدول التي لا تظهر فيها أشعة الشمس في جميع الأوقات. طبعا الخلايا الشمسية دي ليست برخيصة الثمن، كذلك تحتاج إلى يعني صيانة خاصة ورعاية خاصة لتحتفظ بكفائتها. رقم 2، التكلفة المادية العالية لتوفير الخلايا الشمسية زي ما بنتكلم. رقم 3، توفير التوربينات في حالة طاقة الرياح مكلف ماديا. وأخيرا وليس آخرا، أتمنى يا رب لكم التوفيق والنجاح، ويكون المنهج قد اتضح أمامكم بشكل جيد، وأنا معاكم إن شاء الله. أي سؤال أو أي استفسار عما سبق دراسته على الواتساب، نتابع مع بعض في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. أي سؤال أو أي استفسار، وكذلك حل اختبارات أو حل أي أسئلة تتعلق بالمنهج، أتمنى أن أنتم تكونوا متابعين معايا، وربنا يا رب يوفقكم وييسر لكم الخير دائما، وكل عام وأنتم بخير.